المصرية رايحة للاستقرار ولا للتجميل؟ الرياضة المصرية إن شاء الله أكيد مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مش هيسكتوا على اللي بيحصل ده خلاص، وأكيد هتروح للاستقرار، لأن كلنا هنا في اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الدولية بالكامل ما تعرفش المجهود اللي احنا بنبذله مع اتحاداتنا الدوليه عشان نقول لهم لا يا جماعه احنا هنعمل قانون صح، القانون هيبقى مطابق خلاص، اوعوا توقفوا اللعيبه المصريه، اللعيبه المصريه ما لهاش ذنب في هذا الكلام، احنا هنحارب الحرب دي مع الوزاره الى النهايه الى ان نصل الى